السلام عليكم الدراري. في هذا الفيديو غادي نوريكم كيفاش تعملوا حذف جيل بريك من الجدر ديكون الملفات ديالو والسيديا في جميع الملفات الادوات، يعني حتى حاجه ما تبقى عندك في الايفون، ان الايفون يولي نقي من جيل بريك. تابع الفيديو للنهايه باش ما يطرى لك حتى شي مشكل. لحذف جيل بريك من الايفون من الجدر يجب عليك تحديد اداه سكرين، يعني اداه سكرين بعد ما تعمل جيل بريك مع المده كتحذف بوحدها، يعني انت غتعاود تعمل جيل بريك من الاول باش نضيفو سكرين. فيديو كيفاش نعملو جيل بريك راني حطيته من قبل بسبي او بدون سبي، مهم تعمل تجديد سكرين. كما كتشوفوا غادي نعملو جيل بريك وندخلو الايفون فودا مود وندير نفس الخطوات بشكل طبيعي. غادي ننتظروا بالدقائق باش نديروا التحديث للسكرين، يعني جيل بريك. يعني باش كنعاودوا نعملوا جيل بريك باش كتحدث معنا الاداه سكرين، لان ما غاديش تقدر تخدم لما درتي لها التحديث من جديد لانها كتحذف. المهم اخوان بعد تبتات معنا الاداه غادي ندخلوا ليها. انا عندي السيديا يعني حذف انا جيل بريك من قبل، غادي نعاود انستالي السيديا باش نعاود نعمل لكم كيفاش نحذفوا جيل بريك من جدر. غادي نعمل انستال السيديا، ملي تبتات معنا السيديا كما كتشوفوا جيب لكم هنا باش تبان لكم مزيان. من وراء غادي ندخلو سكرين، غادي نديرو حذف لان عندي يلاه عملت جيل بريك كتكون محدثة، يعني ما غاديش تكون كراش. ادخل السيديا تعطيك بالطريقة اللي كنتي نتا عامل جيل بريك ديجا، غادي تعمل ريستور سيستيم هي اللي بالاحمر في التحت، غتكليكي عليها غدير ريستور سيستيم غير ديماري الايفون وتمسح ليك جيل بريك من جدر بكل ملفاته بكل سورساته بكل ادوات ديالو من الجدر، يعني جيل بريك غادي يمشي. ولكن الا ما عملتيش اعاده جيل بريك كما عملت دابا واخا دخل سكرين ما غاديش يتمسح، يعني ما غاديش يتحذف لك جيل بريك. كما كتشوفوا تم حذف جيل بريك من الجدر، غادي نجيو نبحثو نشوفو واش كاين السيديا عندنا، واش كاين السيديا. السيديا كما كتشوفو ما كايناش. المهم الاخوان هذا طلب من الشباب، كثير منكم طلبني كيفاش نحذفو جيل بريك كيفاش ما عرفوش الطريقه. المهم نتمنى الفيديو عجبكم، ما تنساوش تتابعونا في الانستغرام، تما ارسلوا ليا نتواصلوا معايا، اللي عندك شي سؤال ولا اي حاجه مرحبا بك. وما تنساش لايك في القناه، دعمونا في القناة ودخلوا عندي الصفحة الفيسبوك، ان شاء الله فيسبوك غادي ندير فيها لايفات. بعض الاعمال كتشغلني ما كنساليش باش نبقى ندير فيديوهات ولايفات والمسائل. المهم الاخوان الى اللقاء.